المواطن يعيش في حالة انهيار جدا جدا جدا. سوء الوضع، المعيشة، الدولار ارتفع إلى 640، دب الغاز الآن معدوم بمحلات، ولا تلاقي دب غاز. الغاز كان أول أمس متوفر، اليوم ولا في دب غاز. مكنوا احنا انه في صيانة في محطات وفي قاطرة اقتلبت، يعني ما حد جاري كيف سوء الوضع. حكومة لا توقع الحكومة معانا ولا شرعية، أنا فينهم فينهم؟ ليش بتدخلوا المواطن الآن معيش؟ أنا نمشي الآن في حالة صعبة، في معيشة، في معيشة، معيشة لا يرحم الله سبحانه وتعالى. الآن دب البترول ب 10500، يعني كيف المواطن يعيش؟ هذا اللي في تعز، قال لك في حضرموت في 20، في صنعاء في 17، ومهلش في الحوبان ب 15. القى ناس سبحان الله يا أخي، يعني عيشة أخس من الصوماليين، أخس من الإيتريين، أخس من القعنا. عيش هذا ايش من حياة هذه؟ هذه حياة هذه؟ الموت أفضل، والله إنه الموت أفضل من العيش هذه. فين واحد يروح؟ فين واحد يروح ينتحر؟ الانتحار أفضل من العيش هذه. الآن كل يوم الأسعار ارتفع 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 ارتفع، لا فين لا فين هذا؟ كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم على هذه الحالة، لا فين؟ أين الحل؟ أين الحل يا حكومة؟ يا عرب، يا مسلمين، السلام عليكم. بالنسبة لارتفاع البترول فهو مصيبة، يعني على المواطن، على سائق الباص، على التاكسي، على حتى لو زيارة خاص. يعني الآن تأخر الرواتب، تأخر هذا كم، يعني قصة الشقات النفطية، هذا البترول يشيله لحاله مكسب، ويشيله بيس لحاله، يعني فلوس لحاله، يعني أصبح مكلف أكثر من الغذاء. يعني أنا سائق باص أشتغل، ما أقدرش ما أصفيش يعني حقوت يومي، أنا أجي أشتغل سكوبة بترول، يعني فلوسي هذه اللي اشتغلته بس كوبا بترول واروح، واوقات اغلق يعني ما تصارش حاجه، ما تبقى لا حقوق ولا تبقى شيء. فاتمنى يعني اتمنى من الحكومه واتمنى من الشرعيه وهذا يشوفوا حل المواطن هذا صراحه، لانه مواطن قضى على اخره، منتهي منتهي صراحه. من خلال 5 أيام او 6 أيام كانت طلعت لتسعة، 9:15، بعدين طلعت لعشرة، والان قد سعرها 10:05. يعني الان الليتر البترول ب 525 ريال ب 11، لا ب 10:05. يعني الان الليتر البترول ب 525 ريال، يعني حتى سائق التاكسي ولا انا لما اجي اخذ مشوار ب 500 ريال، يعني اشتري 25 ريال اغلقها انا من جيبي علشان يوفي عيل مشوار. فبصراحه بصراحه يعني مشكله مشكله كبيره للامانه. والمواطن نفسه اصلا اصبح ما عاد يقدرش يحتاج مواصلات، يعني اصبح انه مكلف عليه، يعني ما تقدرش تزيد عليه ولا تقدرش، يعني المواطن نفسه لحاله كمان تعبان من نفسه. يعني الله حسبنا الله ونعم الوكيل، والله خارج له الخير. طبعا المشتقات النفطية ارتفعت بشكل خيالي، واصبح المواطن لا يستطيع ان يشتري ولو لتر بترول او اي كان من المشتقات النفطية. ولو ركزت على مدينة تعز اصبحت شبه فاضية او خالية بسبب انه جميع المركبات شبه موقفة بسبب ارتفاع الاسعار للبترول. ونرجو ان الدولة او من المسؤولين النظر الى حالة المواطن، لانه اصبحنا لا نستطيع توفير اي شيء من المشتقات النفطيه، ونحن نعتمد عليه بشكل كبير جدا. ايضا المعيشه اصبحت صعبه جدا. تعز محاصره ماديا ومعنويا وغذائيا، وكم كم سيتحمل هذا المواطن؟ الى متى سنتحمل؟ نرجو طلباتنا سرعه النظر الى وضع تعز وتوفير احتياجاتها وتخفيف الأسعار.
الأسباب الارتفاع المشتقات النفطية هو سبب ارتفاع العملة، لأنه التجار ما يقبلوش مننا إلا بسعودي أو دولار نشتري، لكن الشعب اليمني صحيح إنه يعاني ها ويصيح إن إحنا مطلعين وإحنا إحنا حراميين إن إحنا إجراميين، لكن ليس هذا الشيء بأمرنا إحنا تمام، وإحنا نعاني من الشعب يعني ننظر للشعب بذا بس الأسباب إنه ارتفاع العملة ترتفع يعني يرتفع عن كثير مش إنه ارتفع عن حد قليل، هذا السبب. ما هي أبرز معاناتكم أنتم كتجار في معاناتنا؟ والله نعاني أن نعاني الشعب إنه الشعب أصبح مظلوم، يعني الشعب أصبح مظلوم ماش يفتكر إن إحنا رفعنا المشتقات النفطية، والارتفاع مش من عند بيدنا إنما ارتفاع من التجار بنفسهم، يقبلوا سعودي أو دولار، حتى اليمني ما يقبلوهاش مننا، هذا السبب.